انتم البنات بالنسبه للبنات اللي تسولوني على هذا لاموس ديال الياغورت، عرفتوا واعر هذا راه كاين في كارفور، والكلاص ديال الاملو عرفتوا راه خطير، راه وريتكم لكم شحال من مره، هادو هما اللي خرجوا جداد. غنشوف هذاك ديال الحامض ما بانش لي، المهم هادو هما اللي خرجوا جداد، هذا ديال الياغورت واعر في كريمات، وهذا في الكلاص ممكن ديروا حتى هذا في الكلاص. شوف بنات هاد الشميعات زوينين، 23 درهم فيهم واحد الريحة زوينة. شوف هادي مزويناش هاد الغوز، هادي بحال الحامض، هادي فيها ريحة الحامض. هاد السوفيرة المهم البنات، اول حاجه بديت بها هي الغدا، هنا خديت طريفات ديال الدجاج، درت معاهم واحد جوج معالق كبار ديال الزبده وشويه ديال الزيت وشويه الملح وخليتهم غادي. هنا خديت واحد الكموسه اولا هاد اللعيبه اللي كتهرا كي متوفرين كيتباعوا فين ما مشيتو، عندي تبيعوا لوازم الحلويات. المهم هنا درت شويه ديال القرنفل، شويه ديال النافع، شويه ديال الحبات الهيل واكلي الجبل، غسلتهم وغادي نسد عليهم باش غادي نديرهم مع هاد الرز. هذا هنا ضفت جوج معالق كبار ديال مركز الطماطم، جوج فصوص ديال الثومه كبار مفكوكين، عويدات ديال القرفه. صافي دابا غادي نخلط مزيان، وغادي نضيف واحد دويمه ديال الزعفران الشعره غير وحيده راه كافيه. صافي البنات دابا راه ضفت شويه الماء باش ما تحرقش العطريه، زدت العطريه كامله، خرقوم بالزيت، تحميره، البزار، سكنجبير، زدت شويه ديال السودانيه اختياريه، وصافي وغادي دابا نروي، غادي نسد عليها ونضيف هاد الكموسه هادي، وغادي نخليه حتى يطيب الدجاج. فاش كيطيب الدجاج كنحيدو وكنضيف الرز. بالنسبه للرز غادي ناخذ تقريبا واحد نص كيلو او 600 غرام، غادي نغسلها مزيان ونخليها من دابا مرقده حتى نحيد الدجاج ونصفيها ونضيفها الخليط ديالي. صافي نخلي الرز حتى يطيب والدجاج غادي نحيدو وندخلو الفران يتحمر شي شويه، وصافي هادشي اللي كاين. هذه هي الغديوه ديالنا اليوم خفيفه. في نفس الوقت البنات انا دابا درت الغدا تيطيب وجدت الحريره باش غادي نديرها للعشاء، المهم وجدت داك القوام ديالها، باقا ندير غير الربيع والكرافس والحمص والعدس، غادي نمشي نقضي غرض اخر عاد باش نرجع لها. المهم اي حاجه كنت كندير حتى داك الهاشوار طحنت فيها كلشي في دقه واحده باش مره واحده ونحيدها نغسلها. صافي باش نمشي نجمع الحوايج حيت غدا ان شاء الله غادي نسافروا، هذاك الشيء علاش غنمشي نجمع الحوايج باش نديوهم معنا، وهذا الشيء اللي كاين هاد النهار. صافي البنات دابا انا حيدت الدجاج، درت الدجاج غادي ندير فيه شويه السمن ندخلو الفران غير تحمر شي شويه. هنا ضفت الرز وغادي نزيد مازال شويه الماء حيت الماء قلال. صافي وغادي نغطي عليه نخليه حتى كيطيب الرز. من بعد ما كيطيب الرز كناخذ هذاك الغطا وكندير فيه واحد السربيته وكنعاود نغطيه باش هذيك السوائل اللي باقين في الرز يشربهم داك السربيته. انا غادي نوريكم كيفاش. المهم هذه راه مازال معلقه، غادي نزيد كميه الماء. صافي البنات هذه هي الغديوه ديالنا، دابا غادي نحط لهم الغدا. انا كنت كنطيب في الغدا وفي نفس الوقت كنجمع في، قلت لكم انا كنت كنطيب في الغدا وفي نفس الوقت كنجمع العطريه وكاع داكشي اللي غندي معايا. ايوا صافي المهم اي حاجه درتها يمكن في العشيه نخرج نتقضى واحد اللعيبات من كارفور، وديك الساعه اي حاجه درتها راه غنشاركها معكم. السلام عليكم بنات، دايرين لاباس عليكم؟ كلشي بخير وعلى خير. بديت معكم فيديو جديد، دابا انا جيت لداري. ايوا صافي ودابا خرجنا من بعد ما عرفتوا هذيك التمره ديال السفر، واخا ماشي شي سفر ولكن راه يلا دوشت الدراري جمعت الدنيا، خرجنا شويه نضربوا دوره. راه حتى حدانا هنا في دار بوعزه كاين داكشي زوين، بحال دابا هنا كاين كريزي بارك كدي ليهم وليداتكم زوين بزاف، كاين حدانا هنا البحر ديال التماريس داكشي زوين، ها هي اكوا بارك حتى هو. المهم كاين حدانا بزاف اللعيبات ولكن قلنا نبعدو شي شويه باش نفوجو ونساو البونت اللي هنا ساكنين فيه. المهم دابا حنا خارجين باش ندير واحد الدويره هنا في التماريس نشوفو كي دايره الاجواء، من بعد غنمشي لكارفور نتقدى شي حويجات حتى عاوتاني غادي نسافروا الى كتب الله. المهم اي حاجه درتها في هذا النهار غادي نشاركها معكم، كذلك فاش نسافر ان شاء الله غادي نشارك معكم الاجواء كيف دايره اللي درتها. غادي هنا واد مرزق صراحه ما زوينش هذا، كيجرب بزاف كيغرقوا فيه الناس بزاف، ولكن راه الدنيا
عامر شوفوا شوفوا غير الباركينغ عامر، ما تلقاوش فين تبلاصي الطوموبيل ديالك. وكاين حتى التماريس جوج، التماريس جوج، التماريس جوج زوين هو اللي كديو ليه الدراري بزاف، تنصحوا الناس به صراحه. التماريس جوج وكاين ثلاثه ولكن جوج زوين مخير. هما البنات انا كنحاول نعطيكم البلايص اللي ممكن حتى نتوما تمشيو ليهم. جاك بيتش حتى هو جاك بيتش كاين هنا هو الاول، ولكن التماريس جوج واعر، التماريس جوج مخير. هاد البحر باش زوين كاين فيه بحال الغابه عاد كتدخلي للبحر. هذا ديال واد مرزق، اما هو كبحر ما زوينش، ما كيجر بزاف، صعيب صعيب. عرفتوا البنات هنا في هاد الغابه الناس جايبين الشوايه، دايرين الشوايه كيجلسوا، وليداتهم كيمشيو يعوموا في البحر، واخا واحد المسافه صغيره كيعوموا في البحر وكيرجعوا عندهم في هاد الغابات، حيت كتكون مظله كتكون زوينه، ما تحتاج لا باراسول لا والو. وما دخل الشاطئ واحد الجريده داروها هنا زوينه كبيره بحال اللي كاينه في سيدي رحال، ياك بحال هذا سيدي رحال مروجه. هذه مازال ما معروفه وسط الفيلات، ديما خاويه ديما خاويه. وهنا موجود لي زويده، هو غلى من اللي كنا خدينا في الوالديه رخيص. وراه تيجي من تما، هذا بنين صراحه من تما تيجي زوين. بابا فين غنعاود؟ كاين هنايا الشوايات، كاين هاوي زوين، كاين المريصه هنا. عرفتوا هاد المرصه البنات اللي كاينه هنا؟ صراحة كنا خدينا منها الحوت، عرفتوا راه واعر واعر، تيكون باع جديد. شوف شوف شحال تاع الزحام، وأثمنة تيكونوا طايحين على الأثمنة اللي كيكونوا في السوق. ويدايا لا لا سهلة لا سهلة، حيت آخر مرة فاش كنا مشينا لداك السوق لقينا غاليين، جينا لهنا لقينا رخص. هنا كاين الرواج بزاف، كاينين فيلات الكرا تيكونوا مقابلين مع البحر زوين. طاج شي تكراو طاجات، ماشي كلها بوحدها، بريميير طاج بوحدها. هانتوما البنات هاد الفيلات راه كلهم تيتكراو اون فاس، ولكن دابا منظنش يكون الكرا، دابا يكون كلشي عام. ضروري تلقى شي حاجة البحر اون فاس، هانتوما البحر اون فاس. دابا هادو راه كاريين تيضربو الشواية زوين. إذا نوبت هاد المرة نوبت هنايين، ما تجيناش نكريو تحت الدار، إلا بغيت الملحة نمشيو نجيبوها من الدار. كنت نهبطو يوميا للبحر هنايا في تماريس جوج، وبغاو شي بلاصة بعيدة ما بغاوش هنا. قلت أنا راه وحدة أنا، راه كيبان لينا من السطح تيبان، قال لك بنادم تيعوم على برا. تا التماريس راه فيه ما يدار زوين بزاف، اللي بعيد وبغى يبدل الجو راه يجي للتماريس. كاين الكرا اللي كاينين في التماريس، خصنا نمشيو لبلاصه اخرى، كل واحد كيمشي لمدينه الاخر. شو هذوك فيهم بيسين طالع الفوق وما يطلع على الناس، ما يطلع على الناس شي خلاص راه قاسي لا ماشي. ندير الانيماسيون، دايرين لي الانيماسيون. دابا هنا هو احسن بحر كاين هنا في المنطقه هي تماريس جوج، ولكن راه مكانيه راه خصك تجي بكري. شوف شوف شوف، ولكن بحر يستاهل صراحه، نقي شو محروس. البحر الدراري الصغار خليهم يعوموا نساهم تماريس جوج. تماريس جوج بحر زعما كاينين فيلات والناس نقيين، كاينين فيلات داكشي راه كلهم كاري الناس. وكاين منين تقدا ومنين فين تاكل، هذا كاين الرواج هناك لا كلشي. صافي البنات دابا جينا للكارفور باش نتقدا. غنقول لكم البنات هنا راه تحلات واحد ال سي واي كيكي زوينه، زعما دوك الحوايج ديال ال سي واي كيكي كيعجبونا، راه جديده يلاه تحلات في كارفور ديال دار بوعزه. شو راه شو حدا استقبال ومينيسو، ها هو كاين مينيسو حتى هو. خلاص نضربو. شوف بنات هاد الشميعات زوينين، 23 درهم فيهم واحد الريحة زوينة. هادي مزويناش هاد الغوز،
هذه بحال الحامض، هذه فيها ريحه الحامض. هاد شو هادو زوينين، هادو ديال الحليب وما القهوة ديال القهوة. عمام مضاربينا طول النهار كامل مضاربين ديالها. بلاش اساس كاين السهرة ب 623 درهم. هاد السوبيرات زوينين 20 درهم. كاين انا كنفضل دائما السوبيرات طوال، كاين ما كياخذش مساحة كبيرة بحال المدوران. انا نيت باغا شي مقلة تكون رطبة تكون حرشة، هادي بلوكة 250 درهم. هادي راه ديال الدراري الصغار، هادي ديال يلاه يبداو وياك. انتي مومو دابا وليتي شوفي فيا. هادي 140 درهم، كتزيد مزيان كبيرة، كتهز اترو ميتين. وأنا زيت ناي. شو هاد الكيسان زوينين ديال الكلاص، ثلاثة ب 15 درهم. واعرين، ثلاثة ب 15 درهم. أنتم البنات بالنسبة للبنات اللي كتسولوني على هذا لاموس ديال ديال الياغورت، عرفتو واعر هذا، راه كاين في كارفور والكلاص ديال الاملو، عرفتو راه خطير، راه وريتكم ليكم شحال من مرة. هادو هما اللي خرجو جداد، غنشوف هذاك ديال الحامض ما بانش لي. المهم هادو هما اللي خرجو جداد، هذا ديال الياغورت واعر في الكريمات، وهذا في الكلاص، ممكن ديرو حتى هذا في الكلاص. المهم البنات صافي، من بعد ما دخلنا حطيت طيب الحليب، وحطيت هنايا هذاك الشوكولات للدراري، وحنا درنا لينا القهوه، حطيت الخبيز، شويه الفرماج كوفيتير، وهنا هاد الفاكهه شريناها فاش كنا جايين داك النهار من بن سليمان خديناها. صافي ودابا غادي نجلسو نديرو كوتي كسموه. هما البنات صافي دابا سالي كوتي، جبنا داك الشيء هنا تنغسل الماعن، تقضينا شي حويجات من كارفور، راه ما الله غادي داك الكفه ماشي ديال المرجان. المهم تقدينا، راه رجعت كل حاجه بلاصتها. في نفس الوقت انا درت زلت الصابون باش نصب الحوايج اللي جبنا معانا، وصافي هادشي اللي كاين.